السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك طريقة سحرية ان انت تستعرض بيها ملفات البي دي اف وتعرف المحتوى اللي موجود داخل الملف دون ما تفتح الملف. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدا الفيديو باذن الله ارجو طبعا ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي انت هتعمله ان انت تفتح المكان او الفولدر اللي انت حاطط فيه ملفات البي دي اف زي ما حضرتك كده. انا شايف، بص حضرتك، انا حاطط طبعا ملفات بي دي اف كتير جدا. طيب انا عايز اعرف كل ملف ده موجود فيه ايه من غير ما افتح الملف، عشان مش معقوله ان انا اكون بدور على حاجه اقعد بقى افتحه ملف ملف. طب هعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله هتحدد اي ملف انت عايز تستعرض الملفات اللي موجودة فيه، تمام؟ زي ما انا حددت كده الملف ده، وبعد كده تروح عند حاجة اسمها عرض، تمام كده، وبعد كده تاخد حاجة اسمها جزء المعاينة، تمام؟ هتلاقي فتح عندك في الجانب الشمال في شاشة الكمبيوتر الملف، فتبدأ تستعرض البيانات او المعلومات اللي موجودة داخل الملف. لو انا حضرتك حبيت ان انا اجرب ملف تاني، بص حضرتك هيفتح لي الملف كده، انا شفت كل اللي موجود داخل الملف. طيب هنروح مثلا لملف تاني زي ما حضرتك شايف كده، الملف ده طبعا ملف كبير، انا اقدر استعرض كل الصفحات اللي موجودة في ملف البي دي اف واعرف الملف ده بيحتوي على ايه بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة وبدون ما اقعد افتح الملف. لو انا رحت الملف تاني هلاقي ان هو نفس الفكرة، تمام؟ هننتظر طبعا لحديث ما الملف يتم استعراضه على الجانب الشمال في شاشة الكمبيوتر، وهتلاقي ان الملف بتاعك اتفتح وبدأت تستعرض كل الملفات وكل البيانات اللي موجودة داخل ملف البي دي اف. طبعا الطريقة طريقة جميلة جدا وبسيطة، بتريحك وبتوفر عليك الوقت بتاعك والمجهود، بحيث ان انا بقعد بدل ما افتح ملف من ملفات البي دي اف عشان استعرض اللي فيه. كل اللي انت هتعمله هتحدد الملف، تمام كده، وتدخل على عرض، وبعد كده تدخل على جزء من المعاينه، هتلاقي حضرتك الملف بتاعك تم استعراضه في الجانب الشمال من شاشه الكمبيوتر بتاعك، تستعرضه زي ما حضرتك تحب. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.